عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على بصي انا هقولك على حاجه بس وعديني ما تتخضيش اوكي شوفي انجي شوفي استاذ كريم في المستشفى شو بس هو بخير ما تقلقيش شو صار له ليه بالمستشفى عمل حادثه عربيته دخلت في لوري بس الحمد لله ربنا ستر يا ربي يا ما مصدق ما مصدق صدقيني والله هو كويس انا لسه خارجه من عنده طب انا هلا شو بعمل شو تعملي تيجي القاهره فورا يا ناية ايه بس كيف هلا مش وقت الترين اجري اي تاكسي وتعالي بسرعه وانا مش هسيبه ابدا هفضل معاه لحد ما انت تيجي بقولك يا ناية انا متاكده ان استاذ كريم اول ما يفوق ان شاء الله هتبقي انت اول واحده عايز يشوفها لازم تيجي بسرعه ماشي انجي ما تنسي تحكي مع الشباب بالمكتب اذا بتحكي نهى وسليم وطارق ما تنسي هكلمهم اول ما اقفل معاكي يلا باي باي سلامتو الأستاذ كريم يا أمي ما بيستاهل يصير في هيك أكيد أنا السبب لا 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 يا حبيبتي ما تحكي هيك ليه عم تحملي حالك المسؤولية يا ناية كي مبسوط وفرحان يا ماما وشو بدك أحسن من إنك تكوني سبب بفرحه يا ناية شو فيه؟ شو بها ناية؟ ليه صوت واصل لجوا؟ كريم عمل حادث الباش مهندس؟ اعطيني رقم مكتب تاكسي بدك تنزلي هلا ما في انطر بليز احكي لي هلا بمكتب او شركه يا حبيبتي الصبح رباح انطري لا يطلع الضو تركيها يا فاتحه تركيها تروحي يا اختي بهيك ظرف لازم تكون حده خير يا انجي ايه اللي حصل ده وحصل امتى وازاي؟ من يوم السرقونه كويس؟ لا الحمد لله بقى كويس الحمد لله ايه اللي حصل يا طارق؟ كريم جراله ايه؟ وما قلتليش من الاول ليه؟ يا نهى ما تخافيش اهدي بس مستر كريم بخير طب انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ انهم نخش جوه هنخش له كلنا دلوقتي مع بعض يا جماعه اهدوا تخشوا فين؟ الدكتور اصلا منع ان احنا نخش العنايه المركزه وبعدين احنا واقفين هنا ليه اصلا؟ وقفتنا ملهاش لازمه احنا نروح الكافيتيريا ولما يطلع ويخش اوضته نشوف ان كنا هنعرف نقابله ولا لا يلا معاكي حق انا دماغي هتنفجر روح اشرب قهوه او نسكافيه قهوه ايه وقرف ايه انا مش رايحه حته
يا نهى قعدك هنا مش هيجيب اي نتيجه. روح انت يا طارق، مش عايزه اروح، انا مش هقوم من هنا غير لما اطمن عليه. يا نهى اسمعي الكلام، تعالي معانا اسمعي الكلام. خلاص يا جماعه ما يصحش، احنا في مستشفى. يلا يا طارق، هي لما تعوزنا هتعرف تلاقينا. يلا يلا يلا. نايا 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 نايا. استاذ كريم فاق بجد؟ الحمد لله. وطلع بشوف نايا. نايا غريبة قوي دي. شيش يا استاذ كريم، اما ادخل اشوف ايه الموضوع. أول ما وصل بوجهه على بطنه ونام بلهز. كل الحق على شهر أزاد، هي بتكون هدت له حيله هد. لو بتشوفي المشكلة الكبيرة لما انطلب منها ياخذ هويتها. خوتت وجنت، خافت ينكشف أمرها، تلفنت لي وكانت عم بتولول. وشو بده بهويتها؟ مش هي شريكته بالشغل؟ طيب بركي عرف شيء. معك حق، أنا مثلك بالأول خفت وعتلت هم، بس بعدين قلت خلص اللي بده يصير يصير. المرحلة الصعبة عند خيك عاصم قطعت، ولازم تعرف يا منال انه انا مستعد ادفع ثمن اي شيء لو مهما كان غالي. حتى لو كان حقه انه نفترق؟ انت ليه عم تحكي هيك هلا؟ منال نحن صرنا كبار وقادرين نتحمل مسؤوليه قراراتنا. كل شيء عملناه مع عاصم كان عن نيه طيبه. هلا هو اذا ما قدر هالشيء هو حر ونحن احرار. احرار منال، ما في قوه على الارض ممكن بعدك عني. انا ما صدقت عاصم يرجع يحسن علاقته فيي. شو يعني؟ انت مستعدة تعملي هالشي على حساب قناعاتك؟ جبران، انا كنت مضيعة اخي ولقيته، ما بدي ضيعه عن جديد. عم تفهم علي؟ منال منال، شو قصتك انت؟ انت مش على بعضك. ما بعرف، مالي حابة اخسر حدا فيكم. طيب ليش عم تفترضي هالفرضية هلا؟ جبران، انت ما بتعرفه لعاصم لما يزعل. أنا اللي بعرف عاصم منيح لمن يزعل منال. بعدين لما تعرفت عليك صرت أنت الأساس وصار هو خيك وبس. أنا ما صار لي زمان بعرفه. يعني أنا اللي صار لك زمان بتعرفني؟ يا الله عليك يا منال، أنت الوقت مش مهم معك. بس كأني بعرفك من زمان، من نحن وصغار، وكنا نروح على المدرسة سوا ونتقاسم السندويشة وتتنقل مني بالامتحان وتجيب علامات أكثر مني، ولما كبرت صرت بحار تركب السفينة وتغيب بهالمواني وأنا ضل ناطرتك. آخ شو حلو اللي عم تقولي. لما تحكي يا منال بحس إنه بدي نايم. لو بتعرفي قديش حابب نام على إيدك كتير. شو بحبك؟ نايا تعالي. أستاذ كريم، أستاذ كريم، نايا وصل. نايا جت. اقعدي يا نايا. الحمد لله على السلامة. ما تتصورش يا أستاذ، إحنا كلنا كنا خايفين عليك. إزاي؟ ده أنت طلعت غالي علينا قوي. ونوها كمان كانت تعبانة قوي عشانك والله. ما تتصورش أنت غالي علينا كلنا قد إيه. شكرا يا جماعة، ألف شكر. وأنت يا سليم،
الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. اسمعوني كويس، حاولت أكون تقليدي زي بقية الناس، بس والله ما قدرت. استاذ انت كتير تعبان ولازم ترتاح، الكلام بتعبك كمان. نحنا رح نتركك ترتاح وبركي نجي كلنا بكره نزورك. استني هنايا، اسمعوني كلكم كويس. يمكن الوقت ما يكونش مناسب او تقليدي عشان خبر زي ده. خير يا استاذ كريم؟ انا اتقدمت لخطوبة نايا وحنتجوز قريب ان شاء الله. الله، ده خبر يجنن. الف 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 مبروك يا نايا حبيبتي، بجد انتوا لاقين على بعض جدا. ده خبر حلو قوي يا فندم، احنا بقالنا كتير قوي ما فرحناش. الشكل في كتير اشياء كان لازم تصير قبل. نايا قلتلك صعب اكون تقليدي. طبعا خطوبة في المستشفى، واو. وبعدين كفاية لحد كده بقى، عشان كل واحد يلزم حدوده. تعرفوا لما تقوم بالسلامة ان شاء الله هعمل لكم حتة فرح وافضل ازغرط للصبح. انا تقدمت لخطوبة نايا وحنتجوز قريب ان شاء الله. يا اخي طب كنت قول لي، كنت اقول لك على ايه يا طارق؟ انت هتعمل ايه يعني؟ على الاقل كنت هتوسط بينك وبينها. حتى لو اتوسطت المقارنه اصلا مش في صالحي. عندك حق، المقارنه ما بين فرد ومجموعه صعبه قوي. فرد ومجموعه؟ قصدك ايه يعني؟ يا حبيبي انت نفر، انا مستر كريم ده مؤسسه بحالها. عندك حق، بس انا اللي هيجنني هي ازاي بتفكر بالطريقه دي. يا حبيبي كلهم بيفكروا بالطريقه دي. انا مش صعبان عليا في الحوار ده كله الا نهى، خسرت اهم جوله في حياتي. كل المعلومات اللي بدك اياها موجوده بهيدا الملف. يسلموا، عذبتك معي، بس انك تكون جمعت كل هالمعلومات بهالسرعه هيدا دليل انك رح تكون محامي كتير شاطر بعد ما تخلص تمرين هون. عم نتعلم منك ماتر. على كل حال انا نازل على المحكمه، بتوصيني بشيء؟ معلومات. المعلومات هي العنصر الأساسي بأي قضية. وصلت الفكرة. باي. يعطيك العافية. هون وصلت مواصيلك يا عاصم؟ رقاصة؟ شاهدي؟ بعدين شان؟ نفس الشيء. في ناس بتحب الاختصار. لأنه لبينما تعرف عليا بحرم المرحوم كامل باشا، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. بس شقفة. ما هيك أستاذ عاصم؟ الله يخليها لأهله. الله يخليها للمرحوم. بس على كل ما بعرف، حس اني بعرفها، تشبه حدا بعد او ملتقي فيها. تغلق من الشبه يا ربحي. هشام انا مش عارف كيف بدي اشكرك، عن جد عزبتك معي. ولو؟ انت مثل خيي. وعز. حكينا يا ما طلع منك تليفون. ميرسي. Thank you.
ألو. ألو نايا، أنا فادي. فادي؟ سلامة قلبك يا حبيبي، هلكت وأنا جاري بتصل فيك وخطك بسكر كل الوقت، بعدين فهمت كل شيء من هشام، خبرني كيف صرت أنت؟ أنا كثير منيح، بس أنت بتعرف كثير منيح من ورا اللي صار، تأخرنا عن كثير شغلات كنا متفقين عليها. معلش يا حبيبي، المهم أنت تقوم بالسلامة. أنا مبعطرة من المستشفى، رح روح أعطي المصاري لسرحان، كمالة حق السيارة، أحسن ما يكون فكر زلمة إنه أكلنا عليه المصريات. إيه يا حبيبي، بأسرع وقت ممكن، لأنه حرام بيكون كثير بحاجة للمبلغ هو. أنت خبرني، شو أخبار سيارتك؟ سيارتي منيحة، رجعت رديتها للشركة، أصلاً كنت مستأجرة، بس خلصت كونترار رديت لهم إياها. كتير منيح، يعني الشرطة لقيت مين سرقها. عال مش سيارتي اللي انسرقت، ما قلت لك رديتها للشركة. سيارت مين؟ سيارتك. سيارتي؟ قصدي اللي كانت سيارة سرحان. ما أنا حسب اتفاقنا رحت تاني نهار لأرجع رد السيارة لمحلها. بعد ما ودعت جبران أخذت السيارة ورحت دغري على الشركة. سلمت السيارة، بعدين طلعت نطرت شي تاكسي تاخدني لمطرح ما تركت سيارة سرحان. وصلت لعند السيارة ودورت على المفاتيح مثل ما اتفقنا، أخدتهم وركبت السيارة ومشيت. شو بدي اقول لك يا فادي؟ بعيد الشر عن قلبك يا حبيبي. هذا اللي صار. طيب وسيارة سرحان؟ سيارة سرحان اختفت، سرقوها، يمكن باعوها قطع. اصلا هي مش حرزانه بس مفعولها كثير كبير. وصل المصاري بسرعه على سرحان، اوكي؟ ما يهمك. وقل له ميرسي لهشام. وصل. طيب حبيبي بدك شيء ببقى بحكيك بعدين. خبرني هشام انه عم تشتغلي بشركه كثير مرتبه. اي بس يمكن اترك الشغل فيها وانقل على شركه ثانيه. لوين بدك تنقلي؟ لما بعرف ببقى بقول لك عن العنوان. تعملي ايه يا نونو؟ طلعي دلوقتي يا مي، مشغوله مش فاضيه. ماشي.
معقولة؟ عجبيك؟ طلعت رقاصة. مين هي؟ شوشو. شوشو؟ شهرزاد صاحبته جديدة لعاصم. عاصم طلع مصاحب رقاصة؟ شفتي؟ نحن مفكرينه كلاس وابن عيلة، طلع مرد ورخيص. إنه مين بدك صاحب يعني؟ بروفيسورة؟ بس لا تصدقيني وقتها كنت قلك إنه نايا ما رحت إلا القتل. هيدا كله ما بينفع، بدك شي ملموس. مشني غيرت معه الخطة. خطة؟ اعتمدت خطة جديدة معه هي حرب الأعصاب، رح ضلني وراه لحد ما ينهار ويعترف. وكيف هي حرب الأعصاب تبعك؟ بكره بتشوف شو بدي أعمل في هذا الخاين. واللي عم تعمليه مع فارس شو بيسموه؟ حبيبتي بكره لما اكتشف الحقيقه رح يشكرني. كلكم رح تشكروني. التحويل خلاص وصل ومواعيدك كلها اجلتها لما تقوم بسلامه ان شاء الله. ممكن ترحميني بقى؟ انا في ايه ولا في ايه؟ في ايه ولا في ايه؟ ده انا ما رضيتش اجيب لك الورقه تمضي هنا في السرير. صباح الخير والجمال على احلى عريس في الدنيا. صباح النور. احنا النهارده بسم الله ما شاء الله مش ممكن. ايه يا نوع الورد الجميل ده؟ اقل حاجه عندي، ده يستاهل اكتر من كده بكتير. صباح الخير نايا. انا بس كنت عايزه اقولك بجد الف الف مبروك. ربنا يا رب يا حبيبتي يتمم لكم على خير باذن الله وبستكم. ميرسي. على فكره لسه جايه من عند الدكتور وقال لي ان صحه استاذ كريم زي الفل وممكن يخرج النهارده ان شاء الله. خلاص طالما الدكتور قال كده يبقى اكيد كده مظبوط. شفتوا بقى؟ عشان المناسبه دي انا بقى عايزه اعزمكم على عشاء النهارده. ممكن؟ ازاي انا استاذ كريم لازم يستريح في البيت طبعا. اه فاتتني دي. طب بقول لكم ايه، ما تيجي نعمل العشاء عند استاذ كريم في البيت اصلا؟ مفيش مشكله، اهلا وسهلا بيكي. ماشي، يبقى ما فضلش غير بقى ان انا اكلم سليم وطارق وبس كده خلاص. ماشي، هروح احضر بقى شويه الحبشتة كانت. باي. دي مجنونه دي ولا ايه؟ انا مش مصدقاه، دي امبارح كانت هتموت من الغيظ. ربنا يستر. طب وفقتي ليه يا استاذ كريم؟ استاذ كريم وفقتي ليه؟ لسه هنا؟ خلينا نفترض حسن النيه ونديها فرصه. الف سلامة عليك مستر كريم، الف لا بأس عليك، ان شاء الله ليك راك. يا عم شلبي بلاش خليك ان شاء الله. مرحبا. اهلا. هيدا ظرف لمسيو عاصم، لو سمحت ممكن تعطيه ضروري؟ اوكي، على كل الاستاذ منو هون بالوقت الحالي. بعرف. الو الف الحمد لله على سلامتك. والله والله البيت كان مضاضي من غيرك. الله يخليك يا بدر. هتستريح في اوضتك فوق؟ لا 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 لا، ابعدني عن اي مكان فيه سرير. طيب انا عايز اقعد هنا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. انا هجهز لك القعده. على بالك على بالك. نورتي بيتك، الف الحمد لله على السلامه. كمان والله انا كويس. انا مش عارف ليه انتوا بتعاملوني. خلي بالك خلي بالك. كاني مصاب حرب. الله، خايفين عليك يا استاذ، هو انت حد قليل ولا ايه؟ ربنا يخليك. نايا ليه واقفه عندك؟ ما تيجي تقعدي. انا مرتاحه هون. انت مش غريبه، البيت ده هيبقى بيتك، ولو مش عاجبك انا ممكن اغيره. لا حلو حلو بصحابه. يعني افهم من كده ان البيت عاجبك كتير؟ يا اهلا يا اهلا يا استاذ كريم، نورتي بيتك ومطرحك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. يلا بقى سلموا على عروسه اللي هتبقى ست البيت ده كله. اهلا وسهلا يا عروسه، الف الف مبروك، نورتي البيت كله. نورتي بيتك يا ست الكل. ميرسي لكم ذوق. جرى يا جماعه؟ هي عزومه نهوه طلعت اشاعه ولا ايه؟ انا جعانه. اتفضلوا شباب. استاذ عاصم. ايوه. في شاب اجى واعطاني ملف قال لي سلمك يا ضروري. وينه؟ هيك وينه حطيته على طاوله المكتب. شكرا. بكره رح تستطيع الارض، رح يكون معي ثلاث خبراء مهندسين وموظف مدبلج. انا شايف المشروع بيمشي بسرعه. والله ست شهيده ايدها خضراء. خضراء خضراء ليش لا؟ شو الخطه هلا؟ يعني انت هلا متاكد انه الملف صار على مكتبه لعاصم؟ انا متاكد انه الملف صار عند السكرتيره، بس ولكن انا فليت قبل ما يجي مسيو عاصم. اوكي عظيم،
لكن هلا حضر لي حالك للخطوه الجايه. ايه بس هيك رح يبلشوا يحفظوا شكلي. لا 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 ما تعطل هم، انت هالمره ما حتشوفهم، ما انا بقدر تشوفهم. اوكي يلا باي، مع السلامه. ليلى وصلت حبيبي؟ يا جماعة الأخبار جاهزين تاكلوا؟ لا يا نعمة مش قادر أقول لك بقى، دي حاجة هايلة جدا، أنا ما كنتش متخيل إنك ست بيت جامدة كده. ميرسي ربنا يخليك ليا يا طارق. واحدة واحدة يا طارق، مش لما ندوق الأول؟ الله مستنيين إيه؟ يلا ابتدوا. يلا تسلم إيدك، أحلى حاجة العصير ده تحفة. تقيل. لا بصراحة يا نهى دي حاجة هايلة قوي، ما كنتش متخيل منك العزومة الجميلة دي. كل ده عشان مستر كريم؟ على فكرة ابتديت أغير من حضرتك. مبروك يا ناي، انت هتتجوزي النجم بتاعنا. طبعا هو حد يقدر يقاوم استاذ كريم؟ ده نجم الجماهير. طبعا انجي فين الحاجه اللي طلبتها منك؟ ثانيه واحده، انا رحت لمحل الالماس وطلبت منهم الخاتم اللي انت موصيهم عليه. ثانيه واحده رحت فين؟ اتفضل. ما شفتوش والله. ايه رايك يا نايا؟ واو حلو قوي، عقبالنا يا رب. اوبا ايه الكلام الجامد ده؟ الف مبروك يا مستر كريم، مبروك يا نايا. ميرسي. الله يبارك فيك. هاتي ايدك يا نايا. اديله ايدك يا نايا. اظن دبله الخطوبه ما ينفعش تتحط في ايد واحده متجوزه، ولا ايه يا نايا؟ انت بتقولي ايه؟ ساكتة ليه ما تتكلمي؟ اللي قالته نهى مظبوط. موعدنا إلى اللقاء. تصبحوا على خير. بدي اعتذر منك، كيس المخمل تبع الهوية ضاع. فداك. Thank you.
كان في داعي تخبي علي. أنا كان بدي أحكي. بدي أكيد رأسي. رأسي لي. رأسي. بدي أعيش معك على الآخر. بدون حسابات. بدون حواجز بلا حدود. تعيش معك على طبيعتي. بكل أحاسيسي. طافي وأسوتي وجوعي وشبعي. الوحش اللي جواتي والطفل اللي ما بعرفه. الديب المجروح اللي ما بيقدر يصرخ. الرجال المهزوم اللي ما بده يعترف معك. بدي اكون انا. بدي اكون انا. حسن انا مستعد اموت كرمالك. لا فكر غير جو. عم فكر غير جو. لا تفكري. لا تفكري. بدي بلا فكر. بدي اياكي على طبيعتك. الذكاء شغله متركبه. تعاسه. الذكاء مصيبه على صاحبه. بدي اتعلم الحياه من اول وجديد. أتفاجأ بالأشياء معك. بدي أتعرف على حالي معك. كريم أنا كنت ناوي أخبرك بالحقيقة بس ما كان عندي الشجاعة لأن القصة أكبر وأخطر من إنه أقدر أحكيها. بليز ما تغير رأيك فيي. بترجيك ما تخبر حدا عن مكان ماما بالإسكندرية. ما بدي إياها تتعرض للخطر بسببي. أنا تركت القاهرة ورايحة على مطرح ما يعرفني فيه حدا لحتى أنت كمان ما تتعرض للأذى بسببي. كريم أنت رائع غالي ونادر. دير بالك على حالك لأنه نهى لحتى تحصل عليك مستعدة ترتكب أغلاط مميتة من دون ما هي تعرف. ما بقى عندي شيء أتمنى غير إني أرجع أشوفك عن جديد. ليه أنا هي؟ ليه؟ ما كنت متخيلة رح تحب أكل لهالدرجة. شوفي شهرزاد، الإنسان مخلوق غريب بيعتقد إنه حياته هي عبارة عن ثوابت ما ممكن إنه يحيد عنها، يعني مثل العادات والتقاليد القيم السلوكيات. فجأة بلمح البصر يكتشف إنه هو واحد تاني. يكتشف انه هو كان سجين هذا الكادر اللي حاطط حاله فيه. يعني انا اللي غيرتك؟ عم بمزح. لا انت
انت لك دور كبير. عن جد؟ انا مثلا ما كنت اتخيل انه اكل بيدي بحياتي. ليه بقى كنت تقرف يعني؟ ولا كنت اتخيل حالي اكل برات البيت. يعني لما نايا تضطرني اطلع لحتى اتعشى انا وياها بشي مطعم كنت ساير جبل اعمل حالي عم اكل. ما كنت اعتقد ابدا انه مس مرا غير مرتي. نيالة فيك يعني هالقد كنت وافي لها؟ الموضوع ما قصة وفاء ابدا، بس انا بصراحة كنت موسوس، كان عندي وسواس، يعني اي حدا بمد ايده بسلم عليه كنت روح غسل ايدي فورا. الحمد لله اللي شفيت. شوفي وين كنا وين صرنا، يعني هلا صرت عم باكل بالعشرة ولا عم حس بالذنب ابدا. لك الف صحة وهنا. بكره بس نروح على بيت بالبقاع رح ذوقك الخروف المكتف اللي عم يبرم على الفحم. لا 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 ما بدي اروح. ليه حبيبي؟ بدي ضل هون بالبيت. هون تحت هذا السقف بين هاي الحيطان ورا هذا الباب المسكر حتى ما بحب اعرف قديش الساعة. شهرزاد اللي بيناتنا لازم يضل بالعتمة مثل المبيت. إذا شاف الضوء بصير خل. الو انت صاحيه؟ ايوه يا كريم صاحيه. ايه انا وهم على صوتك. لا بس تعبانه شوي. طبعا انت قمتي بمجهود جبار عشان توصلي للمعلومات دي، لازم طبعا تكوني تعبانه. هلا قولي لي يا نوح توصلتي المعلومات دي ازاي؟ We'll be right back.